أحسن الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يصح أن نستدل بقوله تعالى وأنتم سامدون على تحريم الغناء وآلات اللهو؟ نعم، استدلوا به على تحريم الغنى، وأن الذين يشتغلون بالغنى يستغنون به عن القرآن، وهو قرآن الشيطان، الغنى قرآن الشيطان. والإمام ابن القيم يقول في النونية: حب القرآن وحب ألحان الغنى في قلب عبد ليس يجتمعان. فالذي يحب الغنى لا يحب القرآن، والذي يحب القرآن لا يحب الغنى، لا يجتمع هذا وهذا في قلب مؤمن.